يسألون على على الثمرة المعجزة وهو الزنجبيل. الزنجبيل من نشوفه بالسوق شنو خرط هذا، لكن هذا شنو يسوي؟ هاي معجزة الخضروات خلينا نسميها، لأنها مو فاكهة. أولاً يخفض نسبة السكر بالدم فيفيد أهل السكر، يخفض الكوليسترول، يقف دون الإصابة بالزايمر، يمنع تخثر الدم ويمنع السكرات القلبية. فهاي شقد راح يتفيدنا؟ فكثروا أعزائي كل أكلة. أنا عندي الحجبية بيها دائماً بالثلاجة عندها زنجبيل جديد. زين أكو سبودر زنجبيل، أنا هاي لا تستعمل زنجبيل. كل أكلة تخليه على النار غير التمن ماكو تبرش عليه الزنجبيل رأساً حي بعد هذا قولتهم بعد تازة تبرش عليه. لذلك تلقى دائماً تشيس خالة بالثلاجة بزنجبيل، والزنجبيل قبل تبرشه قبل كل أكلة، يعني مرقة ما شنو دول ما أي شيء كان تخليه على النار تخلي وياه الزنجبيل. هذا يفيد هواية، وهاي إن شاء الله تعيدون الجسم حتى تعرفون فوائده أكثر.